بدل ما اعمل قبه نص قطرها ار اعمل قمح نص قطره ار. فيها حاجه دي يابا؟ القمح ده خلي بال حضرتك يا يبقى قمح كامل زي القطاص. القمح ده عامل زي الطرطور، عارف الطرطور بتاع المولد؟ هو زيه بالظبط. وفاضي من جوه عشان الناس قاعده دلوقتي هبله مفكره ان هو ايه؟ لا يا باشا ده فاضي من جوه، ده احنا شغالين. انا عامل دي خرسانه مسلحه بقى ومخطي 30 متر قطر. تخيل بحته طرطور زي ده خرسانه مسلحه. امال ايه؟ قبه؟ لا بدل ما هي قبه بقت ايه؟ قمح. خلي بالك القمح ده ممكن يبقى الحته دي صفر، ممكن اقطش الحته اللي فوق دي واعمل قمح ناقص. القعده من تحت دايره ومن فوق دايره، تحت اروق تحت ار وفوق ار تاني اقل منها بدل ما تبقى ايه؟ صفر. خلي بالك النقطه دي اسمها الكراون برضه، التسميه ما تتغيرش. ودي اسمها الفوتنج برضه اللي هي الدايره بتاعت القعده. ماشي نكمل المعلومات بتاعت الكون. طب الايه دي؟ الايه دي بتساوي ايه يا باشا؟ الايه بتساوي ار في اس على واي. والايه دي ليها مين يا باشا؟ نص قطر الدايره اللي منها حته منها الار الصغيره دي. دي مش الكره بقى اللي منها القطعه، لا. لو افترضنا ان في مركز هنا وانا هعمل كوره يكون نص قطرها ايه والكوره تطلع كده، مش مالهاش دعوه بالقمع راكب على القطعه. يعني اعتبر ان انا حاكمني عندي في دوم هنا دوم وهميه والقمع راكب فوق الدوم. فاهم يابا؟ القمح لابس فوق الحته بتاعت الكوره، يبقى نص قطر الكوره ايه؟ الايه ده بيساوي ار في اس على واي. الار معلومه والاس جبتها اهي والواي ما فرضها، ما انا اللي معطى هي الار بس. الدايره اللي انا رايح اغطي بيها الايه؟ كون او دوم. يبقى الار سمول هي اللي معلومه. بمعلوميه الار سمول افرض الواي تساوي الار على 2 ل 4 يعني الار على 3. جبت الواي حضرتك، بعد ما جبت الواي هات الاس اللي هو الراسب بتاع السطح. بعد ما جبت الاس هات الايه بقى؟ تساوي الار في اس على واي. حد زعلان؟ كل دي هندسه الشكل. نستنى مين بقى يا باشا؟ الاريا سيرفس. وانا عايز الاريا سيرفس ليه؟ عشان اضرب الاريا سيرفس في مين؟ في الدبليو، تجيب لي الدبليو فاي. الدبليو فاي اهي يا باشا تساوي الدبليو سمول في الاريا سيرفس. طب الاريا سيرفس بتساوي ايه بتاعت الكون؟ بتساوي متوسط المحيط بتاع الدايره اللي تحت والدايره اللي فوق متوسطهم في الاس. يعني صفر زائد 2 باي ار مضروبه في اس على 2. صفر فوق عشان الدايره اللي فوق صفر. لو قمح ناقص يبقى في دايره فوق. تجمع المحيطين 2 باي ار تحت و2 باي ار فوق وتضربهم في اس على 2. يعني لو اختصرنا الكلام ده يطلع لك باي فار في اس. دي الايه؟ الاريا سيرفس. هل انا بتكلم حاجه هندي؟ ابدا. ده هندسه بحساب مثلثات من بتاع سنه. جبت الدبليو فاي. طب نعرف بقى دلوقتي بالنسبه للكون الار 1 والار 2 اخبارهم ايه؟ الار واحد بتساوي ما لا نهايه. وخلي بالك الار واحد والار اتنين دول انصاص اقطار السطح. لو كان السطح له نص قطر مختلف فما تشغلش بالك، خد المعلومات مني وخلاص. طب والار اتنين بتساوي ايه؟ بتساوي صفر اد كراوي. والار اتنين بتساوي ايه؟ اد فوتي. بس يا باشا اكتب المعلومات دي عند حضرتك. وجدين الاجهادات عند الكراون بقى. عند الكراون الاجهادات بتاعتنا تساوي ايه؟ عشان اجيب الاجهادات لازم اجيب الفورس ان فاي وان سي. واقسم الان فاي على التي في متر. واقسم الان سي ده على التي في متر. ادي كل الموضوع. مش اكتر من كده. فانا عايز اجيب الان فاي وان سي. فبجيبهم عند الكراون. عند الكراون يا باشا الار 2 تساوي صفر.
والار واحد يساوي ما لا نهايه. خلي بالك لما الار واحد يساوي ما لا نهايه يعني ايه؟ الار واحد يساوي ما لا نهايه يعني لو ستك عوضت بان فاي على ما لا نهايه زائد ان سيتا على ار 2 تساوي دبليو كوساين فاي. ان فاي على ما لا نهايه يعني ايه؟ يعني صفر. اي حاجه مقسومه على ما لا نهايه بصفر. شيلها ليه ولا ستك مش واخد بالك؟ يبقى لو عوضنا هنا عند الار 2 تساوي صفر اللي هي عند الكلاوي، وكمان الدبليو فاي كابتن بتاعت حضرتك عند الامه بتاعت الكراون اللي هو النقطه البوينت اللي فوق دي، الوزن بتاع الكون قد ايه ده؟ النقطه البوز اللي فوق ده صفر، وده الوزن. دي نقطه لها وزن ما لهاش وزن، يعني الدبليو فاي ماله بصفر. يديك ايه يا باشا الكلام ده؟ يديك الان فاي تساوي الان سيتا تساوي زيرو عند مين يا باشا؟ عند الكلاود. طب عند الفوت رينج بقى؟ عند الفوت رينج اخبارنا ايه يا باشا؟ الار 2 تساوي ايه؟ تروح معوض حضرتك في القانون صفر زائد ان سيتا على ايه؟ تساوي دبليو كوساين فاي. يديك ان سيتا تساوي دبليو في ايه؟ كوساين فاي. حد زعلان؟ هتطلع لك ان سيتا دي ايه؟ كومبريشن. طب عايز اجيب ان فاي بقى؟ خلي بالك لما نقسم ان فاي على ما لا نهايه يطلع لك صفر، بس ده مش معناه ان فاي بصفر. الان فاي نفسها ليها قيمه، بس لما نقسم ان فاي دي بقيمتها على ما لا نهايه تطلع لك صفر. اي حاجه تتقسم على ما لا نهايه بصفر، مش كده ولا ايه؟ طب الان فاي جيبها منين؟ زي ما جبت الان فاي في الايه؟ في الدور، جبت الان فاي من ايه؟ من الفي. يبقى الان فاي تساوي الفي على ساين فاي. والفي بتساوي كام يا باشا؟ حد يقول الفي بتساوي ايه؟ دبليو فاي على 2 باي ار. والدبليو فاي تساوي مين يا ابو الحاج؟ تساوي الدبليو سموم مضروبه في باي ار في اس. يلا يا باشا هات الاف سي بتاعت الان فاي تساوي الان فاي على التي في 1 متر، والاف سي بتاعت الان سيتا تساوي الان سيتا على التي في 1 متر، وانا بفرض التي بتاعت الدوم والكون في البدايه من 12 سم وانت طالع ما بتزيدش عن كده، وبندخنها شويه عند ايه؟ عند التقاطع مع الفيرتيكال بيم والهوريزونتال بيم، لان طبعا الضوء الكون برضو اهو هيبقى له كاميرا افقيه وكاميرا رأسية برضو. الحته دي تبقى 15 سم مثلا، وانا طالع فوق اخليها 12 سم. ليه؟ سيادتك شايف اهو ان الكون كل ما تطلع فوق تروح عند عند البوز بتاع الكون، الان فاي والان سيتا مالهم؟ بصفر. الاجادات بتاعت حضرتك بتزيد وانت نازل تحت وبتقل وانت طالع فوق، سواء في الدوم او في الكون. في الدوم الاجادات عند الكراون بدبلو في ايه على 2 وبتزيد وانت نازل تحت. في الكون في الكون الان فاي والان سيتا بصفر فوق وبتزيد وانت نازل تحت. والاثنين ضغط. طالما سيادتك رايح تغطي صاله يطلع لك الان فاي والان سيتا الاثنين ايه؟ ضغط. ده غير بقى لو حضرتك كنت عامل دوم لتحت وماليها ميه، او كون لتحت وماليه ميه. لو كون او دوم متعلق ما يبقاش الاجادات اللي فاي ونسيتها دول بايه؟ بضغط يبقوا شد. يبقى سيادتك قصه الضغط والشد دي بند انت على ايه؟ على التثبيت بتاع السطح بتاع حضرتك، وانت مثبت السطح فين؟